باسم الآب والابن والروح القدس آلي الآن واحد آمين. احنا وصلنا في سفر الرؤيا للإصحاح 16. إصحاح 16 فيه الجماد. والجماد هي المرحلة الأخيرة من إعلان غضب الله على الإنسان الشرير. أول مرحلة كانت الأختام اللي شفناها في الإصحاحات الأولى، والأختام دي كانت مجرد إعلان، إعلان أن ربنا زعلان. ثاني مرحلة كانت الأبواق، والأبواق هي إنذار زي صفارة الخطر، بتقول للناس خلي بالكم ربنا هيجي وينتقم، وبدأ يديهم عينة، يقول لك تلت الأرض، تلت النبات، تلت البحر، تلت النهر. التلت دوت إشارة إلى أن الله سوف يعلن غضبه كاملا، بس بدينا فرصة. دلوقتي دخلنا في المرحلة النهائية اللي هي بها كمال غضب الله، الجماد، وهي بقى أحكام الإدانة. يعني الأختام إعلان، الأبواق إنذار، الجماد أحكام. وطبعا زي ما كان الأختام 7 والأبواق 7، الجماد برضو 7. واللي فيكم كده نشيط شوية ممكن يعمل جدول، يحط الختم الأول قدامه البوق الأول وقدامه الجامة الأولى، ويشوف هيلاقي فعلا فيه توافق في الفكر بتوع السبع. يقول وسمعت صوتا عظيما من الهيكل قائلا لسبعة ملائكة، امضوا واسكبوا جماد غضب الله على الأرض. السبعة ملائكة دول اللي احنا شفناهم في الإصحاح اللي فات خارجين من الهيكل ومعاهم الحكم بالانتقام والقضاء، بس كانوا واقفين مستنيين الإشارة أن يبدأوا بتنفيذ القضاء. وهتلاقوا آخر آية قريناها في الإصحاح اللي قبلها، امتلأ الهيكل دخانا من مجد الله ومن قدرته، ولم يقدر لم يكن أحد يقدر أن يدخل الهيكل حتى كملت 7 ضربات السبعة ملائكة. الملاك الأول مضى وسكب جامه على الأرض، الثاني سكبوا على البحر، والثالث على الأنهار وعلى ينابيع المياه، والرابع على الشمس، والخامس على عرش الوحش، والسادس على نهر الفرات، والسابع في الهواء. على الأرض، الأرض إشارة لليهود لأنهم كانوا متمسكين بالأرض، وكانت كل وعود الله لهم بخصوص الأرض. لغاية النهاردة كل حديث اليهود عن إيه؟ الأرض، يقول لك الأرض مقابل السلام، حاجة زي كده. يعني عشان كده المشكلة دي مش هتتحل، إن هم يتمسكون بالأرض كتمسكنا احنا بملكوت السماوات. يعتبر اللي يموت من أجل الدفاع عن الأرض هو الشهيد، زي ما أنت بتموت من أجل ملكوت الله. بالنسبة لهم ملكوت الله هو أرض فلسطين. فالأرض إشارة لليهود، فكأن أول جامة هي تحذير لليهود الرافضين الله. البحر إشارة للأمم، دايما البحر بتموجاته يشير للشر الذي يملأ الأمم، والتردد اللي فيهم شوية يعرفوا ربنا شوية معرفوش، زي أمواج البحر. وكأن الملاك الثاني يسكب الغضب على الأمم الذين رفضوا الله. الثالث الأنهار وينابيع المياه هي المسيحيين، لأن احنا فينا الروح القدس اللي هو نهر مية. يقول لك من آمن به كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوا. فهنا دوت الغضب الملقى على المسيحيين اللي كان مفروض أن يكونوا نهر يروي الناس ويشبعهم، وصاروا بسبب الخطية أو بسبب البدع سبب هلاك للناس. الشمس
هي أيضا رمز للمسيحيين اللي هم استناروا بنور المعمودية واستناروا بنعمة المسيح الساكنة فيهم، وكان مفروض ان هو ينير للناس لما قال أنتم نور العالم، ورجع قال إن كان النور الذي فيكم ظلاما فالظلام كم يكون. فالضربة الواقعة على الأنهار إشارة للمسيحيين اللي انحرفوا عن الإيمان، لأنهم كان المفروض يسقوا الناس التعليم المظبوطة بقى يسقوهم تعليم مش مظبوط. والضربة الواقعة على الشمس إشارة للمسيحيين اللي انحرفوا في السلوك بعد كانوا منورين، بقوا هما اللي بيقودوا الناس للفساد والضياع والظلمة. الخامس مباشرة بقى على عرش الوحش، والسادس على نهر الفرات. نهر الفرات هو النهر الموجود في العراق اللي هي كان زمان اسمها بابل، وهي إشارة للبعد عن الله، لأن شعب الله لما كانوا يغلطوا كان يسبوا إلى بابل، فصارت إشارة للسبي. يقول لك على أنهار بابل هناك جلسنا فبكينا عندما تذكرنا صهيون، ولما سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح قائلين سبحوا لنا تسبحة من تسبيح أورشليم، قلنا كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة. فبابل إشارة للغربة عن الله. النهر اللي بيسقي بابل إشارة للخدمة اللي بيقدمها الشيطان لأتباعه، يقول له تعالى لي وأنا هديك خير كتير، زي ما الشيطان جرب المسيح ووراه كل ممالك الدنيا وقال له لك أعطي هذه بس تعمل إن خرجت وسجدت لي. فالشيطان عنده استعداد يكرم أتباعه يديهم خير، ده إشارة للنهر اللي بيسقي أرض بابل. فقال دوت عليه ضربة هتخليه ينشف ويبقى كل الناس اللي مشي ورا الشيطان مشي ورا سراب وفكروا ان هم هيشبعوا من الخير بدهرهم الشيطان، طلع ان هو أذية وطعم يصطادهم الى الهلاك. اما الجام الاخير على الهوى، الهوى دايما رمز للنهاية لان المسيح سوف يأتي على السحاب ويأتي في الهواء ونختطف معه في الهواء ونكون مع الرب كل حين، فكأنه بيرميه في الهواء معناها دي بقى اخر حاجة قبل مجيء المسيح العظيم. الجامة الأولى على الأرض قلنا إشارة لليهود، وهي أيضا إشارة لكل إنسان مرتبط بشهوات الأرض مش اليهود بس. فحدثت دمام الخبيثة ورديئة على الناس الذين بهم سمة الوحش والذين يسجدون لصورته. الدمام الخبيثة دي كانسر، أنواع من الأمراض اللي مش ممكن حد يقدر يعالجها او يشفيها. وانتوا تلاحظوا ان الكانسر ده اكتشف في عصور متأخرة وبيطلع منه انواع جديدة تعاكس الناس. بيقولوا ان هو كان موجود من زمان بس محدش بيعمل له رصد، يعني واحد يموت ومش عارفين كان عنده مش عارفين، قالوا شيخوخة او واحد تاني سبب غير معروف. بعد كده اكتشفوا هو، لكن برضو بيقولوا ان نسبته زادت نتيجة نتيجة الكيمياء اللي دخلت في الاكل والتلوث الموجود في الجو، ومبقاش الانسان عايش حياة طبيعية زي زمان ايام الفلاح اللي يقعد في الغيط يأكل من الاكل اللي طلع له من الارض من غير المعلبات ومن غير ثلاجات ومن غير نقل من حتة لحتة ومن غير تلوث، فكانت الناس صحتهم حلوة ويعيش فترة طويلة ويعزق في الأرض بكل جهده ويشرب الشق السمنة البلدي ومفيش لا كانسر ولا في أمراض قلب ولا في حاجة ما بتحصل منه. فكل الحضارة هي اللي هتقود البشرية للدمار، هتدمر نفسها. مش كده وبس، هتلاحظوا برضو في السنوات الأخيرة ظهر مرض خبيث جدا هو اسمه الإيدز نتيجة الانحرافات الجنسية. ولسه كل ما هيبقى فيه خطايا كل ما هيطلع منها برضو أمراض، فكأن الضربة دي هتكون أمراض
تسبب قروح ودمامل خبيثة ورديئة على الناس اللي هم هيمشوا وراء الوحش وينجسوا أنفسهم بنجاسات الجسد دون أن يحتفظوا بطهارته أو نقاوته. جنون البقر دي حاجة برضو عجيبة جدا اللي ظهرت دي، ولسه ياما هنشوف حاجات. يعني إذا كان العلم عرف يقضي على الأمراض المعدية تقريبا، الأوبئة بتاعت زمان دي، الكوليرا والطاعون والحاجات اللي ما كانش حد يقدر عليها من بعد اختراع المضادات الحيوية، قدر العلم يعمل كنترول على الأمراض المعدية، وفي أمراض انتهت من العالم خالص. لكن في المقابل بتطلع حاجات جديدة لسه الناس مش عارفة توصل لها، والله يعلم مدى خطورة اللعب في الجينات. يعني الهندسة الوراثية واللعب في الجينات ده شيء في منتهى الخطورة، وهم داخلين فيه كده بقلب أسد. يعني حتى الخيال العلمي نفسه بيخيل ان ممكن يعملوا حاجة وهم ما عارفوش يسيطروا عليها بعد كده. عارفين القصة بتاعت فرانكشتين دي ولا اسمها ايه؟ العجل النعجة دول. يعني في حاجات زي كده كتير هتحصل. يعني يبدو برضو ان هتكون الضربة دي على الاجساد، بس اطمئنوا ان هي على مين؟ اللي يتبع الوحش. يقول لك الذين بهم سمة الوحش والذين يسجدون لصورته. قلت لكم قبل كده ان الشيطان بيحاول يعمل نوع من التشويش فيقلد عمل الله. فاذا كان في ثالوث القدوس بتاعنا اللي هو الله، الشيطان عمل ثالوث نجس اللي هو التنين والوحش والنبي الكذاب. واذا كان المسيح هو صورة الاب ورسم جوهره، فهو عمل حاجة اسمها صورة الوحش، ويخلي الناس زي ما احنا بنسجد للمسيح هم ايه؟ يسجدوا لصورة الوحش. الملاك الثاني سكب جامه على البحر، واحنا قلنا ده اشارة للامم، وايضا اشارة لكل انسان عايش في الخطية زي الوثنيين. فصار دما كدم ميت، وكل نفس حية ماتت في البحر. طبعا الدم الميت بيبقى شكله وحش وريحته فيها عفونة، ولونه طبعا بعد ما كان الدم لونه أحمر يبرق كده، ومدام تجلط وتعفن بيبقى لونه أسود وقبيح. فده يدل على قد إيه الفساد الذي يحل على الناس اللي يعيشوا في الخطية، والنتانة اللي تخرج منهم نتيجة الخطية، تفوح منهم رائحة نجاسة. كل نفس حية ماتت في البحر، معناها كل واحد كان له حياة في المسيح ساب نفسه للخطية هيموت في هذا بحر العالم الزائل. ولكن طوبى للنفس التي تلتصق بالفلك، البحر ما يموتهاش. الفلك خلي بالكم بتاع نوح ما كانش ماشي في الهواء، كان ماشي فين؟ جوه المية، جزء منه مغمور في المية زي اي سفينة، والجزء التاني شامخ في الهواء. وكل ما المية بتاعت العالم تزيد علشان تغرقه هو يعمل ايه؟ يرتفع فوقه. هو ده الانسان اللي يعيش مع ربنا، مش هينفصل عن العالم. والمسيح نفسه قال كده: لست اسأل ان تأخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير. مش هينفصل عن العالم، بس يبقى فوق العالم، عايش رجليه بس اللي ماشيه في الميه بتاعت العالم، لكن راسه مرفوعه في السماء. وكل ما العالم يزود امواجه علشان يغرقه هو يرتفع ويسمو فوقه. لكن الانسان الذي يربط نفسه بالوحش والنبي الكذاب هيموت في البحر اللي هو بحر شهوات العالم. الملاك الثالث سكب جامه على الانهار وعلى ينابيع المياه فصارت دما. يعني التعليم المظبوط في الكنيسة يصير مسمم. فانتهى الخطورة الحكاية دي أخطر من اللي قبلها واللي قبلها. إن يبقى إنسان أنت متوقع تسمع منه نهر تعاليم نقية يطلع من فمه نهر دم وميت. وسمعت ملاك المياه يقول: عادل أنت أيها الكائن والذي كان والذي يكون، لأنك حكمت بهذا. ملاك المية دوت مفروض ان هو وظيفته يحافظ على المية،
لما لقى المية اللي بيحافظ عليها بقت دم ما اعترضش. خلي بالكم من دي، كان المفروض يقول له يا رب يعني الحاجة اللي انت مسكها لي تبوظها لي، يرجع قال له لا انت يا رب عادل ليك حق في اللي عملته، لأنهم سفكوا دم قدسين وأنبياء فأعطيتهم دما ليشربوا لأنهم مستحقون. كل من لا يشرب من دم المسيح هيلاقي نفسه في الآخر بيشرب من الدم بتاع الأنهار الميتة دي. خلي بالكم من دي. التعليم النقي في الكنيسة يرتبط بذبيحة المذبح. كل من يشرب من دم المسيح ينجى من هذا التعليم الرديء اللي يتحول لدم مميت. فإما نشرب دم المسيح أو هنشرب الدم ده اللي هو بتاع النقم أو الغضب. وسمعت آخر من المذبح قائلا نعم أيها الرب الإله القادر على كل شيء حق وعادلة هي أحكامك. واللي خارج من المذبح دوت أو الصوت الخارج من المذبح إشارة إلى صوت خارج من ذبيحة الله الحقيقي، جسد الدم الحقيقي. الجسد اللي احنا بنتناوله خلاصا وغفران للخطايا حقا أبدية سيصير هو نفسه شاهدا ضد كل إنسان ينحرف في التعليم ويدعي أن ذبيحة الإفخارستية ما هيش جسد ودم، ويطلع من بقه سم يسمم به عقول الناس وأفكارهم. كل إنسان ينحرف عن تعليم الكنيسة المذبح نفسه يشهد ضده ويقول إحنا كل يوم كنا بنقول خذوا كلوا منه كلكم، خذوا اشربوا منه كلكم، وهو اللي كان معاند ف يستحق أن يشرب من دم الغضب اللي سكبه الله على الأنهار. ثم سكب الملاك الرابع جامه على الشمس فأعطي أن تحرق الناس بنار. طبعا الشمس مفروض أن هي المسافة بينها وبين الأرض محسوبة علشان الناس ما يتحرقوش أو ما يتجمدوش. طبعا في زاوية انحراف بين الشمس والأرض، والأرض بتمشي في مدار بيضاوي مش دائري، فالمدار البيضاوي بيخليها الأرض بفترة تبقى قريبة من الشمس أكتر من فترة تانية. طول ما هي قريبة من الشمس تبقى صيف، كل ما تبعد عن الشمس بقى الشتاء، وده اللي بيخلينا أحيانا الدنيا حر وأحيانا الدنيا برد. لكن لو الشمس دي اقتربت إلينا أو إحنا اقتربنا إليها هيحصل نار تحرق الناس. أحيانا إحنا في بعض أيام الصيف بنحس إن الواحد مش طايق نفسه من كتر الحر، خصوصا بعد الثقب اللي حصل في الأوزون، والثقب دوت نتيجة الحضارة البشرية، المبيدات الحشرية والعوادم والحاجات دي هي اللي أفسدت الغلاف الجوي وما وراء. وبيقولوا في خطورة ان الحرارة دي لما تزيد الثلوج الموجودة في القطب الشمالي وبنوها تسيح وتغرق الدنيا، حاجة يعني هتكون برضو من ضمن العقوبات اللي هيعملها ربنا على البشر. أعطيت الشمس أن تحرق الناس بنار. طبعا النار هنا مش معناها نار زي اللي بنولعها، لكن النار بتاعت الحرارة الشديدة لما الواحد يعيش في يوم حر جديد. فاحترق الناس احتراقا عظيما وجدفوا على اسم الله الذي له سلطان على هذه الضربات ولم يتوبوا ليعطوه مجدا. يعني كان مفروض ربنا بيعمل الضربة دي عشان الناس تتوب، لكن هم للأسف لم يتوبوا بالعكس جدفوا على اسم الله. طبعا هذا الاحتراق العظيم لازم نفهمه بمعنى رمزي مش بمعنى حرفي، لأن اللي هيحترق بين عنكم مش هيقدر يجدف ولا يتكلم هيموت، فده احتراق بتاع ناس هيعيشوا يبقى عايش وجسمه مولع نار. وكأن الله بيقول لهم يا جماعة أنا بفتح لكم طاقم طاقات جهنم عشان تشوفوا بس وتتوبوا. فهم لأنهم ليسوا روحانيين يبقى تفاعلهم مع الضيقات إن هم يزدادوا تذمرا وتجديفا. خلي بالكم لأن إحنا أحيانا بتحصل لنا نار زي كده، يبقى الواحد
يدخل في تجربة وشدة صعبة وألم لأي سبب، في ناس أتقياء زيكم يخضعوا لله بخضوع وشكر ويقابلوا الضيقة بمزيد من الصلاة والتسبيح فتخف عنهم ربنا يرفعها ويبهذبهم وأدبهم خلصت، وفي ناس ما يعرفوش ربنا فيتذمروا فتزداد الضرب. سكب الملاك الخامس جامعه على عرش الوحش فصارت مملكته مظلمة وكانوا يعضون على ألسنتهم من الوجع وجدفوا على إله السماء من أوجاعهم ومن قروحهم ولم يتوبوا عن أعمالهم. عرش الوحش يعني مملكته، كل من سلم نفسه لقيادة الشيطان. المسيح اتكلم عن الشيطان انه رئيس هذا العالم، لكن المسيح هو ملك الملوك ورب الارباب. والناس قسمين، اما ناس بيخضعوا لمملكة الله واما ناس يخضعوا انفسهم لمملكة الشيطان. اللي عايشين حسب قواعد الشيطان وقوانينه هما دول مملكته. يقول لك فصارت مملكته مظلمة، الظلمة هنا طبعا رمز لانعدام القوة والى انتهاء المجد بتاع الشيطان، او اذا كان ليه سلطان كل ده هينزوي ويضيع، زي بالظبط مكان فخم جدا وليان بالانوار وفجأة انطفى وبقالوش مكان. والناس اتباع الشيطان دول هيعضوا على اسنتهم من الوجع من كتر الالم. والمسيح كان قبل كده قال ان هم حيث البكاء وايه وصليل الاسنان، يعني بيصور المنظر بتاع واحد من كتر الوجع عمال يعض في لسانه ويصر في اسنانه. بعد عنكم احيانا لما يكون واحد عنده مغص شديد ولا الم شديد ليه عمال يخبط في الحيطه ويخبط دماغه ويعض في المخده، دول بقى هيبقوا حاجه فظيعه جدا يعني. وجدفوا على اله السماء من اوجاعهم، يا ريتهم كانوا تابوا ورجعوا كان خف عنهم الاوجاع، ولم يتوبوا عن اعمالهم. شوفوا لغايه اخر لحظه ربنا منتظر التوبه لكن هم مش هيتوبوا. وكأن الكتاب المقدس بيعلن لنا أن حتى الغضب الذي يعلنه الله على جميع فجور الناس وشرورهم لا يعتبر نوع من النقمة، كأن الله محتاج لنا ولما ما نفذنالوش أوامره قاعد ينتقم مننا بقساوة، ولكن بيعلن أن هذه العقوبات وهذا الغضب هو رحمة عشان الإنسان يرجع له تاني ويستفيد. ومش رحمة وبس عشان الإنسان يرجع، عشان الناس اللي ظلموا بعضيهم ياخدوا عقوبته، يبقاش انت اتظلمت وانضريت ويجي ربنا يستقبل هؤلاء الناس اللي ظلموك وضروك بالترحاب وبالتهاني وكأنهم ما عملوش حاجة. ثم سكب الملاك السادس جمعه على النهر الكبير الفرات فنشف ماؤه، ودي قلنا إشارة للخدمة اللي بيقدمها الشيطان لأتباعه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس. بيقولوا بقى الملوك اللي من مشرق الشمس دول اللي جايين من ناحية إيران وجايين من ناحية روسيا، ويتوقعوا ان هناك حرب شديدة جدا هتقوم ما بين المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي، ويكون المسرح بتاعها في منطقة العراق اللي هي عند نهر الفرات وفي منطقة بابل. ورأيته، ولكن برضو ممكن ناخدها بمعنى رمزي ان الماء الذي نشف هو الخدمة اللي كان بيقدمها الشيطان لمريديه واتباعه بما لهمش فرصة. ورأيته من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب ثلاثة ارواح نجسة شبه ضفادع، فانهم ارواح شياطين صانعة ايات تخرج على ملوك العالم وكل المسكون لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم يوم الله القادر على كل شيء. الثلاثة بقى التنين والوحش والنبي الكذاب طلعت من أفواههم أرواح نجسة شبه ضفادع. خلي بالكم هنا برضه عمال بيقلد المسيح الذي نفخ في وجوه تلاميذه فطلع من بقه إيه؟ روح القدس. هو بيعمل حاجة زي بس طلعت حاجة نجسة. الضفادع رمز للنجاسة، يعني حيوان قذر يعيش في الطين ويعيش في الضلمة
وليه صوت مزعج يسمونه نقيق، ويقعد ينط كده ويملأ الدنيا بالضجيج. فده إشارة للأرواح النجسة وعملها في الناس، ضجيج ونجاسة وظلمة، فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات. الشيطان ممكن يعمل معجزات، خلي بالكم، عشان يضل الناس. تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة، يبقى كأن عايز يقول الأرواح النجسة اللي خارجة من التنين والوحش والنبي الكذاب بتملى الدنيا كلها بالضجيج علشان تثير الناس على بعضهم وتعمل حرب. طبعا اعتقد ابائنا القديسين زمان لما كانوا يقروا دي مش هيفهموها زي ما احنا نفهمها النهارده، لان دلوقتي ممكن واحد يملا الدنيا كلها بالضجيج من خلال الايه، وسائل الاتصال الحديث، التلفزيون والانترنت، يخلي الواحد يقول كلمه تسمع في كل الدنيا. وسائل الاعلام الحديثه بتؤثر جدا في نفسيات الناس واتخاذ القرار. خدين بالكم، يعني احنا ممكن في مصر يصبرونا صورة الولد اللي اتقتل في حضن ابوه هناك في القدس، فنشفق جدا على الفلسطينيين. يجوا في الغرب ينشروا صورة تانية بتاعت واحد فلسطيني بيقتل يهودي بعنف، فيخلي الناس تزعم الفلسطينيين. وسائل الاعلام دايما بتأثر في اتخاذ القرار وفي توجيه مشاعر الناس. وممكن وسائل الاعلام تخلي الناس هيجة وعايزة تعمل حرب. فبيقول الأرواح النجسة دي هتنتشر في كل العالم، ثلاث أرواح نجسة، وتخلي الدنيا كلها هيجي على بعضيها، ويبقى في قتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على كل شيء. ها أنا آتي قلس. المسيح بقى في وسط الكلام قال لنا خلي بالكم، ها أنا آتي قلس، خلي بالكم. طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيروع عورته. طوبى لمن يسهر، السهران هو اللي ما يتخدعش، اللي عينه في وسط دماغه. ممكن انسان يخدع باساليب مغريه للشيطان تحت عنوان الجديه والحزم، يحط خطيط القسوه تحت عنوان الحنيه والعطف، يحط الشهوة. فالواحد يتخدع، عايز يبقى حازم فيلاقي نفسه بقى قاسي. السهران يقدر يميز أنا كنت قاسي ولا أنا حازم، تحت عنوان العطف والشفقة على الآخرين يحط شهوات ونجاسات. أقول لنفسي هل أنا بتعامل مع الشخص دوت بحنية صح، ولا أنا فعلا انزلقت للشهوات. يبقى إنسان صاحي على خلاص نفسه. طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه. هذه الثياب اللي احنا مفروض نحفظها هي ثوب المعمودية. خلي بالكم كل واحد فينا يوم المعمودية اخد حاجتين، اخد جلابية بيضة واخد مصباح، وطالبين ان احنا نحافظ على الجلابية تكون بيضة على طول ندخل بها السنة، اسمها الانسان الجديد. محتاجين نحافظ على المصباح منور والاناء فيه زيت زي العذارى الحكيمات. طوبى لمن يسهر ويحفظ ثياب لئلا يمشي عريانا. مين هو العريان الا الانسان اللي ما تعمدش ماخدش ثياب المعمودية؟ ومين هو العريان الا الانسان اللي تعمد وفقد ثياب المعمودية كأنه ما تعمدش؟ فجمعهم الى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون. هرمجدون منطقة موجودة في فلسطين اسمها مجدو، وهر مجدون معناها تل مجدو او جبل مجدو. والمكان دوت حصلت فيه حروب كثيرة في العهد القديم، وحصل فيه سفك دماء كثيرة، فصار رمز للحرب العظيمة اللي هتقوم في الاخر. ثم سكب الملاك السابع جمعه على الهواء، فخرج صوت عظيم من هيكل السماء من العرش قائلا قد تم. خلاص بقى قد تم. فحدثت أصوات ورعود وبروق، وحدثت زلزلة عظيمة لم يحدث مثلها منذ صار الناس على الأرض، زلزلة بمقدارها عظيمة هكذا. ممكن نتخيل برضو ان اللي بيحصل دوت نتيجة انفجار نووي او شيء يعني فوق الوصف،
أصوات ورعود وبروق وزلزال عظيمة ما حصلش زيها. طبعا أي حرب نووية هتقوم هيحصل فيها حاجة زي كده، الدنيا كلها تنور نار. وصارت المدينة العظيمة ثلاثة أقسام. المدينة العظيمة اللي هي أورشليم هي حاليا قسمين، القديمة والجديدة، والحرب عليها كلها. يعني هيبقى كل الصراع القائم الآن بين اليهود والعرب هو حوالين هذه المدينة. اليهود يقولوا دي حقنا كلها ولا يمكن نتنازل عن شبر فيها، والعرب يقولوا دي حقنا كلها ولا يمكن نتنازل عن شبر فيها. حاول كلينتون أو غيره يقول لهم طب نقسمها، أنت تاخد جزء أنت تاخد جزء، نحط بينكم حواجز وقوة دولية، لا يمكن. عرفات يقول لك أنا لو عملت كده العرب يأكلوني، وبراك يقول لك أنا لو عملت كده اليهود يأكلوني. فهتظل المشكلة قائمة، محدش هيتجرأ إنه يقول طب ما جاش حاجة ناخد جزء من القدس ونسيب الباقي، لأن الشعوب مش هترضى. لكن لما هتقوم هذه الحرب الفظيعة، الكتاب بيقول صارت المدينة العظيمة ثلاثة أقسام. إيه بقى ثلاثة أقسام دي؟ الله أعلم. جايز هيبقى فيها اليهود الرافضين لله، والمسلمين اللي هم رافضين للمسيح، ويبقى فيها اليهود المتنصرين والمسيحيين اللي يعرف ربنا. جايز تكون دي ثلاثة أقسام يعني. ومدن الأمم سقطت، العواصم الكبيرة بتاعت الدنيا كلها تبتدي تسقط. شايفين مثلا الحرب العالمية الأولى والثانية لما بقت عواصم ضخمة وإمبراطوريات ضخمة تقع وحكومات ضخمة تتساقط، مدن الأمم سقطت، وبابل العظيمة ذكرت أمام الله ليعطيها كأس خمر سخط غضبه. طبعا بابل زي ما قلنا هي رمز للشر ورمز للبعد عن الله. وكل جزيرة هربت، كل جزيرة، ده العالم مليان جزر، ده في دول بحالها عبارة عن جزيرة زي بريطانيا زي استراليا زي اليابان اندونيسيا، كل دي هتضيع كأنها يحصل مثلا نوع من الفيضان في المحيطات والبحار اللي تغطي الجزر وتختفي عن وجه الوجود. وطبعا دي حاجة مش غريبة لان حصل في التاريخ البشري حاجة زي كده، اراضي كثيرة غرقت في وسط البحر واراضي اخرى طلعت وقبت وبقت جزر. كل جزيرة هربت وجبال لم توجد، في جبال هتضيع شيء جبار. وبرد عظيم نحو ثقل وزنة نزل من السماء على الناس. هنا البرد خلي بالكم الضربات دي كلها تشبه ضربات ايه؟ العشر بتاعت موسى، البرد والمية اللي بقت دم والدمامل وحاجات زي كده. فجدف الناس على الله، صح دوت مليان. كل ما ربنا يعمل عامل زي فرعون بالظبط، كل ما يدير ضربه مفيش فايده. فجدف الناس على الله من ضربه البرد لان ضربته عظيمه جدا. ولإلهنا المجد الدائم الى الابد امين.